السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا يا إخواني الكرام، ها هي نتيجة ضم الأم الكاذبة إلى الخلية السليمة. لاحظوا كيف أن النحل قام بتمزيق الجريدة، وخلاص الأمور يعني بعد مرور يومين أصبحت هادي الأمور وعادية، ما فيش خسائر، ما فيش نحل متقاتل، ما فيش جثث للنحل أمام مدخل الخلية. النحل يسرح بشكل عادي ومنتظم، والأمور يعني 10 على 10. شوفوا هذا إطار من إطارات الأم الكاذبة. وينه؟ لاحظوا، صحيح فيه عدد كبير من الذكور التي فقست والتي لم تفقس بعد، لكن مش مشكل، الخلية سوف تقتل كل هذه الذكور لاحقا فيما يعرف بمجزرة الذكور عندما يشح المرعى وتصبح إمدادة النحل من الخارج قليلة جدا. وإن شاء الله إن شاء الله الإطارات هذو اللي ضفتهم هنا في الأعلى إن شاء الله كلهم راح يتحولوا إلى إطارات من العسل. طبعا هذا سر من أسرار نجاح هذه الطريقة، لازم الجريدة اللي تضيفها، الصفحة اللي تضيفها ما تكونش صفحة سياسة، لازم تكون صفحة رياضية أو صفحة ألعاب، لأنه لو وضعت جريدة سياسية فالنحل راح يقرأ السياسة وراح يتصرف بمكر نوعا ما، لكن لو وضعت له جريدة أو صفحة الرياضة فإنه راح يتصرف بكل روح رياضية. المهم إخواني، هذا واش بغيت نوريكم اليوم، باللي النتيجة ناجحة 100% ومضمونة أيضا وسليمة 100%. صحة فطوركم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.